مرحبا يا أبطال الثانوية. امتحانات نهاية العام على الأبواب، وحان الوقت لتظهروا مهاراتكم. إليكم بعض النصائح الذهبية. أولا، ضعوا جدولا للدراسة. قسموا المواد الدراسية إلى أجزاء يمكن إدارتها والتزموا بالجدول. ثانيا، اكتشفوا أسلوبكم الدراسي المفضل. هل أنتم متعلمين بصريين؟ استخدموا الرسوم البيانية والمخططات. هل تفضلون الاستماع؟ جربوا تسجيل ملاحظاتكم وتشغيلها أثناء المراجعة. لا تنسوا أخذ فترات راحة. عقولكم تحتاج إلى وقت لإعادة الشحن. أحرصوا على الحصول على قسط كاف من النوم. السهر طوال الليل لن يفيدكم إذا كنتم متعبين للغاية للتفكير. حافظوا على التفاؤل والتركيز، وتذكروا أنتم قادرون على النجاح. بالتوفيق، هيا اذهبوا وحققوا التفوق في الامتحانات.